مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، حلقة جديدة من برنامجكم برا الأهلي، معاكم نورهان طمان. ويمكن حلقتنا النهاردة إن شاء الله بنتمنى أنها تكون مختلفة، لأن ضيفنا كمان فيها ضيف مختلف. هنتكلم عن طقوسه في الشهر الكريم، وكمان هنتكلم كورة بقى يعني بشكل صرف بحت. وكمان خلينا نقول لكم أنه برا الأهلي زي ما أنتم عارفين هيكون معانا نجوم من خارج النادي الأهلي، أو نجوم يعني اعتزلت وما بقتش موجودة حاليا داخل النادي الأهلي. معانا ومعاكم نجمنا والنجم النادي الأهلي السابق كابتن هشام حنفي. برحب بحضرتك معانا في برا الاهلي. انا اللي برحب بيكم طبعا اكيد يا نوهان، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل الامه الاسلاميه طبعا بخير وسلام، وشهر كريم ان شاء الله باذن الله. شهر رمضان بيعدي عليك ازاي؟ احلى ايام حياتنا من وانا صغير لغايه طبعا لغايه دلوقتي، يعني كل سنه رمضان بيبقى موجود فيها، واحنا الحمد لله عايشين الحمد لله. بيبقى مختلف حاجات كتير. اكيد وانت صغيره ما كانش فيه مسؤوليه، كنت عايز تنزلي وتلعبي وتتنططي في الشارع وتروح تلعبي كوره وتخرجي مع اصحاب تعملي كل حاجه اللي هي الشقاوه الحلوه بتاعه زمان. لما بتيجي تكبري شويه بيبقى فيها ضغوط، مدرسه، جامعه بعد كده، ومع ذلك كمان بقى بيعد عليكي. لما انا لعبت في الاهلي في الفريق الاول عدى عليكي ان انت تبقي بتلعبي ماتشات كلها في رمضان بالليل. على فكره احنا كنا في الاول بنلعب كمان في عز الصيام. تخيلي بقى انت متخيله اول سنتين عدوا علينا في رمضان، او اول يعني ما طلعت في اول موسمين ورا بعض كنا بنلعب في رمضان في الصيام الساعه 2:30، انت متخيله مدركه؟ فيعني الحمد لله اللي بعد. لا الحمد لله عمرنا ما افطرنا الحمد لله، ولا حتى بره مصر. احنا معانا الرخص يعني الحمد لله، كان معاكي رخصه الحمد لله. عمرنا بصراحه يعني في ناس كانت بتقدر يعني وفي ناس ما بتقدرش، ما اصل ده قدرات. فالواحد لو عنده قدره انه يقدر يعني بيستحمل وبيبقى قادر، ربنا بيجازيكي لغايه لما تقدري. مش قادره خلاص يعني عملت اللي عليكي، لان انت الموضوع مشقه كبيره جدا تحديدا وانت معاك الرخص. مش بتكلم وانت هنا صحيح. هنا انا بتكلم عشان خارج البلد يعني. فتخيلي وانت بتلعبي هنا ماتشات في اول موسمين في رمضان تلعبي في الصيام عشان في انديه ثانيه ما عندهاش اضاءه. طب هو مشكلتنا، طب خلاص يبقى انت الغي انك تلعب في الفتره ديت، انك تلعب دوري في فتره زي دي صعبه، وكانت صعبه جدا علينا كلنا. ولكن لعبنا. تخيلي انت بتلعبي بقى في رمضان في عز الصيام، تلعبي ماتش 90 دقيقه، ماتشات مهمه في الدوري، انك لازم تحققي بطوله. النادي الاهلي انت عارفه ما بيقبلش غير بالمركز الاول صحيح. يعني فاحنا اتحطينا تحت ضغط على طول. فتخيلي تقوليش صايم بقى، ما تقوليش تعبان، مش قصتي، ملهاش حل. ومفيش مبرر انك تفطري، خلي بالك مفيش مبرر انك تفطري. فكلنا بنبقى صايمين، لكن الحمد لله ربنا كان بيوفقنا. بس فانت مدركه يعني ايه تلعبي في عز الصيام ده، كانت صعبه جدا علينا ومشقه كبيره جدا جدا، لغايه لما الحمد لله بقى في حلول بعد تاني سنه ان احنا نلعب بالليل. وده الحمد لله يعني كان الاضاءات رجبت في كل الاستادات يعني اللي موجوده، وبدانا نلعب بالليل. فالطقوس كانت حلوه قوي يعني، الطقوس دي كلها مرينا بيها. بس طبعا انت بتبقي اليوم كله قاعده في الاوضه، لو انت عندك معسكر يعني قاعده في الاوضه، تصحي ما يعني تصحي متاخر تصلي الظهر، بتنامي تاني، بتصلي العصر، بتنزلي على الفطار، اجواء حلوه طبعا ما فيش شك طبعا.
بس بتبقى عايزه مستنيه الماتش هاديه، اجواء هاديه قبل الماتش بزياده طبعا. اه طبعا، بس ده هو ده حلو طبعا. اكيد اكيد احسن انك تلعبي في الصيام، صح. مفيش شك يعني. فلكن هو بالنسبه لنا يمكن اهم فتره او اهم سنه بالنسبه لنا سنه 2001 لما جه مستر مانويل جوزيه وخدنا بطوله دوري الابطال، دوري الابطال الافريقي اه من سان داونز هناك. كنا في عز الصيام وهو قال لنا لازم تفطروا لان الجو هنا صعب جدا، كان جو حر بطريقه بشعه يعني، ورطوبه طبعا وظروف سفر والدنيا ومش عايز اقول لك يعني. لكن والله الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نقنعه ان في ناس هتصوم وناس هتبقى يعني هتجرب. والله قدرت في الماتش انها تكمل، هتكمل، ما قدرتش هتشرب ميه، وانت عارفه الجو بيبقى محتاجه سوائل. لكن الحمد لله ربنا اراد ان احنا نكمل وكسبنا الماتش هناك يعني. تعادلنا 1-1 هناك وكسبنا هنا طبعا خالد بيبو طبعا الاجوان الشهيره، وخدنا بطوله دوري الابطال. دي الطقوس الكرويه، دي كرويه، الطقوس بقى الحياتيه يعني. بصي انا في رمضان عاده يعني بصحى من بدري، تعودت خلاص، هو بقى صحى من بدري. كنت الاول بصحى متاخر، طبيعه الحال دلوقتي الواحد بقى بيصحى بدري، النوم كل ما بتجوي في السن النوم بيقل، فما بقتش انام كتير، فبقيت اصحى بدري. فالسنه اللي فاتت مثلا على سبيل المثال يعني، واللي قبليها كنت بنزل النادي، اروح اتمشى في التراك، العب بدل، العب راكت مع اصحابي، انزل مويه، العب بلياردو يعني. يعني الحاجات دي بالنسبه لي في الصبح، او لو انا ما نزلتش قاعد في البيت الطقوس بقى. لا لا، لازم اقرا قران عشان اخلص ال 30 جزء طبعا في رمضان، وده بتبقى حاجه مفضله انك، لان بعد الفطار الدنيا بتبقى زحمه جدا والوقت قصير بعد الفطار. انت عندك من قبل الفطار الوقت طويل شويه يعني، تعرفي تصحي براحتك، تصلي براحتك في الجامع، تنزلي تطلعي تقري قران، تنزلي تطلعي تقري قران، قاعده ما وراكيش حاجه، ما فيش حاجه بتعمليها، مش فيش حاجه انت شغلاكي. بعد الفطار كل واحد بيروح لشغله، كل واحد عندك بقى استوديو تحليلي، عندك تمرين، خارجه مع اصحابك، خارجه مع بيتك، مع عيالك، مع مراتك. فكل دي اجواء رمضانيه، بتروحي لاهلك، تروحي عزومات يعني. الدنيا بتبقى، انا ما سمعتش دخول المطبخ لحد دلوقتي. المطبخ ما ب... يعني ما بدخلوش كتير يعني. اه بساعد مراتي طبعا في اوقات كتير، ان انا وهي بنعمل مع بعض الحاجه ساعات. شكلك بتاكل على الجاهز يعني. لا والله مش كل وقت، لان انا بحب اساعد يعني، بحب اعمل حاجات معينه طالما في رمضان وبنساعد بعض، فبحب اشتغل في حاجات معينه اللي هي اقدر اعملها. مش اكيد مش هعمل حاجات ما بعملهاش، وان كان انا بعرف اطبخ الحمد لله يعني كمان. والله اتعودت دوت يعني. بتعرف تطبخ؟ طب قول لي بقى الاكلات يعني اللي بتعرف تطبخها كويس. اللحمه بالبصل بعرف اعملها كويس قوي، المكرونه سباكيتي او اي مكرونه، اي باستا يعني. الرز، الشعريه، الفراخ بقى لازم اتصل بالتليفون، يا مراتي تبقى على التليفون معايا، يا مامتي تبقى معايا على التليفون. سلطه طبعا، بطاطس محمره، بطاطس بوريه، الحاجات دي اكتر من كده. بس مفيش رجاله كتير بتحب المطبخ يعني، ما فيش رجاله كتير بتخش المطبخ يعني. في ناس بتحس ان هو لا ده مش يعني، ده بتاع الستات اكتر، او في ناس او في رجاله طول الوقت بتشوف ان هي مش فاضيه للكلام ده، خصوصا لو لعيب كوره وطول الوقت عنده معسكرات وعنده شغله يعني. حبيت امتى الطبخ ودخلت امتى المطبخ وعرفت كل ده ازاي؟ من يعني انا ومراتي يعني، لما هي جت في الاول بنتعلم مع بعض يعني، بدانا ندخل مع بعض نعمل حاجه جديده فبنتعلم فنجرب. زي ما تطلع بقى ثلاث حلوه ثلاث واحده، المهم ان احنا ايه ما نكسبش بعض، فبنجرب لغايه لما في الاخر بتتعودي على الحاجه اللي انت نفسك فيها تطلع بالشكل كويس. لان انا كمان اكيل، انا مشكلتي ان انا بحب الاكل قوي، وغير ان انا بحب الاكل ما كل واحد يقول لك انا بحب الاكل، لا انا لو انا ذواق جدا يعني، لو الاكل بالنسبه لي ما استطعمتوش كويس مش هاكل، خلاص قفلت ومش هاكل، خلاص خلص الكلام يعني. فدي بالنسبه لي ممكن تضايقني، لان انا بحب اكل حاجه كويسه كده. لما باجي اخرج في مكان بقعد اقول الاول لو مش هاكل اكل كويس. فكره انا كمان كده. لو جاي هيحصل مشكله بقول له كده والله. ده معناه ان انت اكيد اكيد في رمضان ما بتحبش تفطر بره كتير. بالعكس، لانه دايما الاكل في رمضان بره. لا 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 عادي، انا بحب اروح في كل حته. لان بصي الواحد بيبقى عايز ينزل برده ويشوف الناس ويشوف. بس الاكل في رمضان دايما بره بيكون مش بيبقى على مزاج الواحد قوي، لانه طول الوقت الوقت حسب فين. فالاماكن اللي تفطري فيها تفرق معاك كتير يعني. وان كان انا بجرب فعلا ما بتفرقش يعني، انا لو معزوم في اي حته ما مش فارق بقى، راح مع اصحابي في حته بنفطر بيها ما عنديش مشكله. ف وساعه الفطار بقى كمان يعني، ما غصب عنك لازم تاكل عشان هتكسر صيامك، فلازم بس. ولو ما اكلتش كويس هتلاقيني باكل بعديها بقى الساعه 10 بالليل، بقى اكل اكله كويسه وخلاص ما بتسخرش يعني. ف
بس الاكيل ده بيتخانق دايما على الاكل يعني دايما كده يعني. هل اكيد في كده خناقات بينك وبين مراتك على الاكل ده ملحه زياده الاكل؟ خلي بالك احنا كده في اجواء رمضان والله لسه طبعا ساعات. بنحاول نعيش الناس معانا اجواء كابتن هشام حنفي في رمضان. بصي في الاول طبعا يعني انت بتتكلمي في الاول شكلك كنت تعمل مشاكل كتير، لكن بعد كده لا خلاص مع طالما انا عارف هشام بياكل ايه وملحه قليل زياده الحاجه متبله كويس انا كده بحب الحاجه تبقى متبله قوي ملح يبقى مش مظبوط بس فوق يعني سنه مملحه يعني لا انا اكيل فبستطعم الاكل كويس قوي ما بحبش اكل الدلع ما اعرفش اكله مش انا هي مراتي هيلسي شويه لكن انا لا يعني هي ممكن تاكل حاجه ستيم حاجه مش عارف ايه انا ماليش في الكلام ده قوي يعني لا اكل يبقى اكل فده لازم يعني. طب موضوع الاكل ده بعد ما بطلت كوره اكيد كان صعب عليك شويه اللي بيحب الاكل واكيد مهما كان انت طبعا محافظ لحد كبير على 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 الفيتنس بس بعد الكوره احيانا في لعيبه بيحصل لهم دروب كبير يعني وده حصل لكل زمايل معظم زمايل انا اجيلي لا ما شاء الله يعني الدنيا فالحمد لله انا محافظ على مش جيلك بس يعني ده ظاهره رونالدو انت شفته عامل ازاي كله كده لان هو خلاص انت اوريدي ما بتلعبيش ما كنت حرمه نفسك كنت تلعبي بحاجات كتير قوي فدلوقتي خلاص انت ما وراكيش حاجه حتى لو هتقولي طب هبدا دايت من بكره يجي بكره طب انا هاكل اكله حلوه النهارده تخليها بكره فالموضوع خلاص يعني لكن انا بلعب على طول انا بلعب بدات اوقف اكله بالليل يعني اكله بالليل دي تحديدا فرقت معايا شويه صحيا حتى يعني حتى وانا نايم صحيا بعرف اخد نفس وانا نايم انا الاول بجد مش بعرف انام ما انا واكل وباكل ممكن وليه صلاح الدين يجي يروح مكلمني الساعه 2 بالليل يقول لي بقول لك ايه بص تعالى ننزل ناكل دلوقتي مش عارف ايه يا عم 2 بالليل هناكل فين ننزل عشان ما نزعلش هو ساكن جنبي فننزل مع بعض فتلاقينا دبين الساعه 2 3 بالليل فعبال ما نرجع بيت 4 5 الصبح يعني فهتنامي امتى وانت اكلك مليان يعني فاهم بطنك مليانه فلا قلت لا خلاص انا اخري الساعه 7 7 ده لو يعني اتاخرت في حاجه ف7 ده انا هاكل اكله كويسه طبعا بقيت احبها قبليها يعني لو في رمضان يبقى على الفطار ما باكلش كتير عشان اعرف اتسحر كويس فلما باجي اتسحر كمان بدي مساحه لنفسي في السحور لان انا ما بحبش اللي هو ايه وقت اللي هو قبل الاذان بنص ساعه في ناس كده اللي هو ايه عشان اقعد اشرب ميه كتير لا انا مش كده خالص بالعكس انا بتسحر قبل السحور يعني قبل الاذان بساعتين ساعه ونص خفيف قوي عشان اعرف اشرب اعرف ابقى تمام انا لو كلت كتير قوي على السحور بقوم جعان فبتعب جدا جدا مش عايز اقول لك بقى بتعب جدا لكن لو انا لو اكلت من بدري قبلها بساعتين اتسحرت من ساعتين لا ما الدنيا بتبقى تمام جدا بيس قوي الدنيا حلوه والحمد لله زي الفل يعني. طيب فين الفن بقى في رمضان دلوقتي ما بعد الكوره ما بعد الكوره طبعا يعني يا اما معظم الوقت بتقعدي في الاول في البيت تقعدي تراجعي على مسلسلات معينه كنت بحب اتفرج على صراحه التلفزيون جدا يعني واصحابي كلهم فنانين يعني فيا اما قاعد يعني عايز اقول حاجه وقت الكورونا احنا قعدنا سنه في البيت انت ما بتنزليش فقاعده انت بقى قاعده في البيت ما فيش خروج بتنزلي يا دوبك بس سوبر ماركت تجيبي حاجتك بس اللي هو لو انت عايز تنزلي شويه جنب البيت شويه تتمشي جنب البيت شويه ما فيش مشكله بتطلعي غير كده انت قاعده بقى اللي هو بعد خلاص انت الصبح خلصتي قران وخلصتي كل حاجه فبالليل قاعده بعد التراويح بقى خلاص بعد طبعا كله بعد التراويح بتقعدي بقى تتفرجي على المسلسلات تشوفي انهي مسلسل بيضرب معاكي انا بضرب دايما بالحظ سبحان الله يعني ما يعني ده ساعات كده تقول ايه المسلسل ده شكله حلو انا بقول هتفرج المسلسل السنه دي على فلان وانا ونصيبي عشان اتابعه مين اكتر فلان بقى بتقول يعني صدفت كده ان انت كل سنه لقيت نفسك يعني ما يعني صعب تعدي له مسلسل من النجوم الكبار بصي في ناس بتقنعك مثلا في اول سنتين فتقولي لا انا هكمل يطلع مثلا مسلسل ثالث بيبقى عادي فانت خلاص فبتقلبي تروحي لحته ثانيه لكن انا زي ما قلت لك بجرب تجربه انت ونصيبك بقى جت فيها يعني مثلا السنه اللي فاتت كنت اتفرج على اربع مسلسلات كانوا بالنسبه لي حلوين بحب اتفرج عليهم يعني فيهم كوميدي وفيهم اكشن وفيهم دراما حاجات كده اللي هو انا قاعد ما فيش حاجه بالليل خالص بعملها وكان كل الناس برده معظمها مش عايزه تنزل تروح كافيهات وكنا بنتقابل بره نقف بره مع اصحابنا بره على العربيات كده نقف مثلا نشوف بعض نسلم على بعض عشان كورونا كانت لسه برده لكن خلاص الحمد لله دلوقتي الواحد بقى بيتعايش والدنيا فيها تعايش والموضوع انت لازم تحمي نفسك قبل ما الناس تحميكي قول لنا اسم نجم بقى انا كلهم صحابي فمش قول اسماء صحابي هيزعلوا مني لا عادي مش مشكله ما هم اصحابي يعني امير كرارة صاحبي سقا صاحبي محمد عادل امام صاحبي عشان متربي معايا عادل امام طبعا انا كان بالنسبه لي المفضل عشان هو اللي مربيني طبعا يعني هو كان ساكن فوقينا
فيعني دايما متربي وعلاقتي بيه كويسه جدا. لكن من ساعه ما بقى له فتره ما بيعملش طبعا يعني خلاص، ربنا يديله صحه طبعا دايما طبعاً. هو ده الزعيم يعني محمد رمضان. بشوف بقى بشوف حد انت خايف انسى حد لان انا بحبهم كلهم. ففي ادوار يعني مثلا هقول حاجه، مثلا مسلسل فرصه تانية كنت بحب اتفرج عليه ايام الكورونا بتاع ياسمين صبري. ايوه يعني في مسلسل كده يعني، في حاجات كانت حلوه وتحب تتفرج عليها. في كمان كان حكايتي حلو قوي، كان مسلسل حلو. في احمد صلاح حسني كان ايوه صح. احمد صلاح حسني كان مفاجاه بالنسبه لي جدا والكاست كله كان مفاجاه بالنسبه لي جدا. ففي حاجات بتبقى انت ونصيبك. فالسنه دي الله اعلم بقى يعني، طبعا الاختيار الحاجات اللي هي اللي فيها يعني الفتره اللي فاتت دي، وان احنا بنلنا حاجات كتير قوي على اللي حصل فينا في الفتره اللي فاتت، فالحاجات دي احنا بنستناها من السنه للسنه طبعا. اشبه بمسلسلات يعني، يعني بتوثق فتره اكيد مهمه قوي في تاريخ مصر يعني. طبعاً انا شفنا ده فعلا طريق. طبعا طبعا ده حاجه مهمه وده اللي احنا شفناه وده اللي كان بيحصل فينا. فالحمد لله احنا يعني الناس وصلوه بالشكل الحقيقي بجد اللي كان بيحصل بجد يعني. هو بيقولك حتى لما كان بيجيبها لك بالمشهد التمثيلي هو بيقولك ان الواقعة دي كانت حقيقيه حصل فيها كذا. صحيح. فلا يعني صراحه لا قد ايه كنا مستهدفين. مش عارفه مين اللي حواليكي الكويس من الوحش، مين اللي خاين مش من الخاين. لا يعني الحمد لله يعني عدينا المرحله دي بشكل كبير جدا جدا، والحمد لله الدنيا بقت في امان كبير يعني. مصر بلد الامان والامن والامان يعني. كلمنا بقى عن تجاربك الفنيه. لا يعني عادي يعني، انا اتعرض عليا حاجات كتير جدا فعلا مش هزار. بعلاقتي طبعا طبعا بالفنان الكبير عادل امام وناس كتير يعني، مخرجين وممثلين صحابي كتير، كنا بنفكر في كذا فكره. كان انا يعني ما عملتش حاجات، كنت ببقى دور يعني ضيف شرف حاجه كده، كنت يعني فيها انا وسوسن بدر ومنى شلبي واحمد خالد صالح. فالحمد لله عملت كده مشهد بسيط، لكن كان في اطار او في سياق شخصيتي شرح انا فيها. كان حاجة الحمد لله الناس شافته والمخرج شافني فيه، ان انا لا عندي كاريزما على الشاشة، ان انا ممكن يجي مني حاجة. بس انا ما حبيتش ان انا هفضل يشوف حنفي بتاع كورة. انا عايز يشوف حنفي اللي اتولد وبقى نجم كورة. فعشان كده لو تفتكر تصريحات كابتن صالح سليم لما كان دايما بيسألوه على ادواره في السينما، كان دايما بيشوف نفسه ممثل، مش يعني هو حتى ما كانش دايما كانش بيعتز قوي بادوار، رغم ان هو عمل يعني ادوار انا شخصيا بحب يعني، انا شخصيا بحب جدا فيلم الباب مفتوح مثلا. لعيب الكوره يعني عنده نزعه انه لعيب الكوره اهم من الفنان، او هو يعني نجوميه لعيب الكوره اكبر من نجوميه الفنان، فبالتالي هو مش محتاج قوي لنجوميه الفن. لا هي الموضوع مش كده دلوقتي. هي موضوع ما كابتن شريف عبد المنعم عمل 8 افلام او 11 فيلم تقريبا حاجه كده، مش فاكر يعني، كلهم ظابط تقريبا 8 11 دور واحد اللي هو كان نفسه يعمل شرير، بس هو اتاخد في دور ظابط دايما. لكن انا بتكلم في ايه، النجم وهو بيبقى رايح لعيب الكوره راح يسجل، انت قدامك فنان نجم كبير برضه. فهو بيحس ان هم بيتعاملوا مع الفنان اكتر من النجم الكوره اللي لسه هيخش. فلا فالنجم رايح هو كمان، لا انت معلش انت جايبني نجم، فانت لو مش عايز خلاص براحتك مع السلامه. فهو النجم عايز يحس بتقديره ان انا كمان نجم، انا مش جاي اللي هو انت جايبني اللي هو حطني في دور او حطني في دور، لا لو مش تديني اهتمامي شكرا مع السلامه، انا مش جاي لك. انا مش فارق على فكره ان انا امثل. عشان كده كابتن صالح لما مثل يمكن احسن دور واحسن شخصيه ليه هو الشموع السوداء. شخصيه بتختلف معاك طبعا، الباب المفتوح بالنسبه لي ماشي، بس الشموع السوداء كانت شخصيه كابتن صالح سليم بجد مش هزار. لا شخصيه وكاريزما وقرارات بياخدها، لا تحسي ان انا لا واقف قدام كابتن صالح اللي هو شخصيته بتاعت النادي الاهلي اللي هو بياخد قرار وهو حتى بره مصر قرار خلاص. فلا كان دوره مهم جدا. في ادوار تانية كوميدية كابتن اكرامي عمل حاجات بالنسبه لي انا كنت بحبه، مع عادل امام في ادوار كتير عجبتني، في رب ولد، في حاجه في ناس عملت حاجه كويسه. احمد صلاح حسني دلوقتي ناجح لان اتعامل بشخصيه ان انا دخلت عايز ابقى بفرض نجوميتي على الكارير الفني، فبقى عنده شخصيه وعنده كاريزما يعني ربنا يوفقه دايما يعني. مين الممثل اللي ممكن يعمل قصه حياه كابتن هشام؟ يوسف شريف انا بحبه يعني. انا بحبه شكلي بحب شكله وهو صاحبي وبحسه كده ان انا بلاقي نفسي فيه يعني، او انا هو يعني احنا قريبين من بعض الشبح حتى والكاريزما يعني. هو عمل عالمي طبعا، عشان كده بقول لك هو عمله حلو قوي. كان حظي ان انا كنت ساعتها كنت مسافر، فكنت عايز معايا ان انا كنت داخل معاه في دور كبير معاه شويه يعني، كنت اخد مساحه كويسه. كنت انا مسافر وهو كلمني، لان انا كانت بدايه تعرفي بيه كنت انا بلعب في الاتحاد السكندري،
وكان في رمضان كان بيصور فيلم اخر الدنيا. بص انا بحفظ كل افلامه وبحفظ كل مسلسلات اخر الدنيا مع نيلي كريم. بالظبط. فهو كان في اسكندريه وكان لسه اول يعني دور يعمله، وكان قاعد معانا في نفس الاوتيل، واحنا كنا معسكرين في الاوتيل ده اسبوع عشان عندنا معسكر عشان عندنا ماتش. وهو كان قاعد لوحده يعني، عارف واحد لوحده مكسوف لوحده وقاعد بيستنى لما يكلموه عشان يطلع يعمل الاوردر. فاتعرفت عليه، لا ولد جميل جدا وبني ادم شخص جميل جدا يعني. طيب احنا معانا قبل ما نختم فقرتنا، الفقره الرمضانيه او الطقوس الرمضانيه، ثلاث كروت، احمر اصفر اخضر. الاصفر هي ظاهره ضفنا شايف انها سلبيه الى حد ما، وعايز يقول للجمهور ويخاطب الجمهور هتكلم الكاميرا انه الظاهره دي نخلي بالنا منها، يعني مش حلوه قوي فنخلي بالنا منها. بما ان طبعا يعني حضرتك محتك بقالك فتره بالناشئين الصغيرين واللعيبه الصغيرين، واكيد طبعا مش بعيد عن الاداره الرياضيه يعني. بس هو دي يعني الاصفر ممكن يبقى مرتبط بالاحمر شويه، لان انا عايز اقول الاحمر دي انت تبقاش عايزه خالص يعني، ظاهره مش عايزه خالص يعني، انما الاصفر يعني ايه حاجه يعني لسه مش خطر قوي. انا فاهم قصدي، بس انا اللي انا يعني عايز اقوله هيجي في الاثنين، لان انا مش حابب، لكن انا بوجه رساله ان السوشيال ميديا النهارده بقت عالم عالم بجد يعني. فلازم تتقبل ان انت ممكن النهارده واحد بيقدم حاجه او بيقول محتوى انت حابب تتفرج اوكي، مش حابب خلاص ما تخشش تعمل تعليقات بشتيمه وتسخف دمك، لان انت في النهايه في ناس تانية بتدخل على ان ده انا بكره فلان فيحتك ظاهر السوشيال ميديا يعني. يعني عارف اللي هو بقى ايه، تلاقي الدنيا كلها كده كده الواحد ما بيبصش على ده. انا مع يعني انا ما عنديش، بس ساعات الناس صحابي كتير بيتضايقوا، فانا بقول لهم بص دايما عندك ثقه في نفسك، اللي بيشتمك ده هو غيران منك، هو طالما انت بيشتمك يبقى انت موجود على الساحه، انت نجم. لكن لو انت النهارده مش نجم او مش محدش هيبص لك، محدش هيخش لك اصلا. فهي دي النقطه، فهي مرتبطه بالاحمر ليه؟ لان الاحمر لا لازم يبقى في قرار رادع بقى، يبقى في قانون يطبق على ان اللي هيدخل يبقى اوريدي اي حاجه على السوشيال ميديا غلط وفيها اسفاف لا ده لازم يبقى في غرامه وحبس وفي حاجات كتير قوي يعني. فهو ده الاصفر بالنسبه لي، ان انت يا يعجبك يا ما يعجبكش خلاص اوكي. لكن لو احمر، عشان انت هتساليني في الاحمر، لا الاحمر لازم يبقى في قرار يعني غرامه وحبس، لان انت في النهايه انت يعني معلش النهارده انا بتهجم على شخصيه مرموقه في المجتمع ايا كان هو مين، حتى لو مش مرموقه ولا اي حد يعني، حتى لو مش مرموقه يعني انا ليه اتجاوز في حد وانا من ورا كيبورد او من ورا موبايل؟ بالظبط يعني هي دي النقطه. صحيح. انت لو راجل واجه الناس دي، تعالى في الحقيقه واجهه يعني، تعالى واجهه قول له انا بنتقدك على الهوا، ساعتها دي الرجوله. لكن مش هخش اكتب تعليق وان انا ما هو انت لو رديتي على حد هتلاقي ناس ثانيه كمان داخله بقى انت بترد، طب تعالى بقى افهمها الكلام ده كله. فانت انا بقول لاصحابي تجاهل الموضوع ده وبتاع والله، وانا انا ما بتفرجش اصلا الحمد لله يعني، مش بتابع مش من هودي، لان انا عندي شغلي وانا عندي الحمد لله برج الاسد دايما عنده ثقه في نفسه، فما بيفرقش مع حد، دايما عنده ايجو ان هو شايف نفسه في حته ثانيه، فعشان كده مش فارق معايا حاجه، ما بيفرقش يعني. الكارت بقى الاخضر ظاهره حضرتك شايف انها حاجه حلوه ومبشره وشيء ايجابي في الرياضه المصريه، عايزين نسلط الضوء عليها كده. ان احنا بدا يرجع الجمهور تاني، ودي ظاهره احنا كنا محرومين بقالنا 11 سنه من ايام الثوره وبعد كده الظروف اللي كانت موجوده في البلد، والحمد لله دلوقتي بدانا ان احنا يبقى فيه جمهور. فده كارت اخضر ان احنا بنقول لك اتفضل ادخل وساند، وده شفناه في طبعا ماتشنا الاخير مع المنتخب، شفت الاجواء عامله ازاي، الناس والشكل والجمال والناس اللي تعبت والناس اللي ساعدت عشان يبقى فيه الشكل اللي احنا شفناه، يعني كل الناس اللي تعبت عشان الجمهور ده يدخل، الجهات الامنيه كلها بالكامل، فاكيد ليهم كل التحيه والتقدير. النهارده العدد بصي وصل ل 70,000، المدرج بقى فيه 2000، النهارده بقى بيسعوا ان يبقى فيه 5000 و10000، ده هيحصل لو انت ملتزم طبعا. كنت اقول لك التزام كمان، انك لازم تبقى ملتزم. صحيح. لازم تشجع فريقك، ما تخرجش عن النص خالص، طول ما تخرج عن النص خلاص حضرتك تتحرم، ما عنديش مشكله. بس
طبعا احنا لسه مستمرين معاكم ومع كابتن هشام حنفي ولقاء خاص، وطبعا عرفنا منه بعض الطقوس الرمضانية في شهر رمضان الكريم. فاصل قصير ونعود لحضراتكم مرة أخرى. ورجعنا لكم مرة أخرى ومعانا طبعا في لقائنا الخاص كابتن هشام حنفي، وعرفنا منه تفاصيل وطقوس كتير جدا لي في شهر رمضان الكريم. نروح بقى للكورة، ونروح بقى ل يعني ذكريات الكورة، وازاي كابتن هشام حنفي كان بيسيب النادي الأهلي، وازاي أصلا ارتدى قميص فريق تاني غير فريق النادي الأهلي. كل حواديث كتير هنعرفها منه. كابتن هشام كلمنا بقى، نتكلم كورة بقى، كلمنا عن البدايات، يعني حبيت الكورة ازاي وبدأت من انهي منطقة، يعني كلمنا عن البداية بشكل عام. يعني الحمد لله في ناس كتير جدا عارفة البدايات، لكن هنقولها تاني طبعا، لان انا بدأت في نادي الصيد انا وحازم امام واحمد عبد الله ويحيى نبيل، بس يحيى نبيل كان اكبر مننا. بدأنا في فريق النادي، ان احنا نادي اجتماعي، فبنروح النادي ويك اند بنلعب كورة، بنلعب راكت، بنلعب فولي بول، بنلعب باسكت، اللي هو اي حاجه احنا دايسين، خميس جمعه سبت، ننزل حمام صحه مع بعض، بنخرج مع بعض. كل الطقوس دي كنا يعني بنعيشها في النادي، بس طبعا كان معظم الوقت لينا الكوره. فلما بدا نادي السويد يعمل فريق كوره قدمنا. اول واحد اكتشفنا طبعا رحمه الله عليه، ده علم في نادي السويد وعلم في منطقه الجيزه، وكل المدربين سواء في الاهلي او في الزمالك يعرفوه، الناس الكبار طبعا، كابتن مصطفى ابو جبل. كابتن مصطفى ابو جبل ده واحد من اهم الناس اللي جت في تاريخ الكوره في نادي الصيد، وهو ده اللي بدا المشروع، ان يبقى في النادي ولاد بتلعب كوره من اول براعم لغايه الفريق الاول. فمن هنا بدات الفكره، فبدات على اولاد النادي، لازم اولاد النادي هم اللي بيلعبوا مش من بره، ما كانش في حاجه اسمها عضو رياضي غير زي النادي الاهلي او الزمالك اللي هم دول انديه رياضيه. فبدات من هنا الفكره ان احنا اوكي نقدم ونلعب ونشوف ايه الماتشات وبتاع والكلام دوت. فبدانا دخلنا في الفرقه واحنا عندنا 9 سنين 10 سنين، لعبنا دوري منطقه الجيزه، واول مشاركه لينا حصلنا على دوري منطقه الجيزه، وده كان بالنسبه لنا اعجاز وانجاز كبير، لان كان دوري منطقه الجيزه كان قوي جدا. فكسبناه وحصلنا على البطوله، وده كان صعب، وان احنا كنا بنلعب 11، يعني حتى احنا ما اتعلمناش ايه زي دلوقتي انك بتبداي خماسي خمسة مثلا خمسة وجول، بعد كده ثاني سنه 6 وجول 7 8 لغايه 11. بدانا على 11 على طول، فده كان بالنسبه لنا احنا بنلعب 11 في مكان يعني كانت صعبه جدا ان احنا نفهم يعني ايه اوفسايد، نفهم يعني ايه علينا او لينا. بنلعب كوره، ولكن من متابعتنا للكوره، وطبعا حازم عشان والده كابتن حماده امام طبعا رحمه الله عليه، فكنا بنفهم شويه، يعني كنا احنا فاهمين غير ولاد النادي اللي هم بيجايين يلعبوا معانا بيكملوا الفرقه مش فاهمين قوي يعني. فمن هنا عملنا اسم. لما عملنا الاسم ده بقينا نلعب بقى ماتشات وديه مع الزمالك مع الاهلي، فالناس شافتنا. فانا بطبيعتي اهلاوي من صغري، لان انا والدي كان بيلعب كوره في شرقيه الدخان. انت ذكرت 2 زملكاويه، فانت جدا ويحيى نبيل ثلاثه زملكاويه، فانا الوحيد اللي كنت اهلاوي في الفرقه. انا ومحمد ابو شقه طبعا المحامي الكبير دلوقتي طبعا يعني هو اهلاوي جدا يعني، وكان نفسه يكمل معانا في الكوره، بس هو ما كملش عشان دخل بقى في المحاماه بقى عشان والده طبعا يعني. فمن هنا بدانا نتعرف. نادي الصيد كان عامل توأمه مع نادي الزمالك، ان ممكن لو في حد شايف ممكن يلعب في نادي الزمالك يعني. انا راجل اهلاوي، فانا اول واحد يعني الناس قالوا عايزين يشوفوا حنفي، فقلت لهم ماشي حاضر ومش حاضر وبتاع، طب لا خليني هنا. ورحت انا رايح اختبرت في النادي الاهلي عن طريق الاختبارات. الحمد لله طبعا وجود كابتن حازم كان يسهل لك اكتر. حازم ما كانش عايز يلعب في نادي الزمالك اصلا، ده في الاول وهو صغير، هو حازم مش عايز تحت ضغط يعني حازم ما كانش حابب يلعب في النادي في الاول، ان هو مش عايز ضغوط. ولد بيحب الكوره قوي، حازم مهاري جدا، وانا هو كنا بنلعب جنب بعض، فكنا مهاريين قوي زياده عن اللزوم. التوظيف اللي فرق معايا في نادي الاهلي يعني انا وحازم كنا يعني شبه بعض في حاجات كتير، فانا لما رحت الاهلي توظفت في مكان مش مكاني. فبدات الكوره نفسها اتعلم حاجات تانية مع المهاره طبعا، بس في النهايه انا توظفت بطريقه تانية، خلاص بقت مهام طريقه لعبي اختلفت عن ما انا كنت بلعب انا وحازم. حازم راح بنفس اسلوبه في نادي الزمالك، بس حازم راح وعنده 16 سنه
او لا 15 سنه، اللي احنا اول سنه لعبنا ضد حازم مع الزمالك كان 15 سنه. وانت رحت الاهلي كام؟ انا رحت الاهلي وانا عندي 11 سنه اصغر. رحت اللي هي تاني سنه على طول. انا تاني لعبت سنه في النادي الصيد، وتاني سنه رحت يعني رحت البراعم في النادي الاهلي يعني يعني انا من مدرسه الكوره يعني. فرحت طبعا عن طريق الاختبارات، وعديت من اول الاختبارات كل الاختبارات لغايه اخر اختبار. كان في لجنه مكونه من كابتن احمد ماهر رحمه الله عليه، كابتن مصطفى يونس، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن رمضان السيد، كابتن حسام بدري، كان حد تاني يعني، كان كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه يعني طبعا كان موجود. كل دول اثروا في كل اللي هم الناس اللي كانوا بطلوا في التوقيت اللي احنا كنا بنتفرج عليهم يعني. بس فمن هنا اللجنه كابتن مصطفى حسين طبعا ابو الاشبال ده يعني. كابتن مصطفى حسين ده رئيس القطاع الناشئين دايما يعني ربنا يرحمه طبعا. ده كان والدكتور عمرو ابو المجد فكمان كان ليه دور كبير يعني. فانا كان في الفتره دي كان ماسك البراعم مشرف عليها كان كابتن احمد ماهر، وكان الفرقه اللي انا رايحها كان كابتن ابراهيم عبد الصمد هو اللي ماسكها. ف مين اكتر حد فيهم كان دعمك؟ هو كابتن ابراهيم لان هو اللي اختارني. انا اترفضت من اللجنه يعني انا وانا رايح للجنه بتسلمي الاستماره، فيا اما بيكتب لك عليها تاني في ظهرها استماره تانية عشان تيجي في اخر اختبار، يا اما بيقول لك خلاص شكرا وبتمشي خلاص. فانت خلص الكلام. فانا وانا رايح قاعدين اللجنه، وكان كابتن عادل طعيمه كمان موجود يعني، كابتن ابراهيم صمد قال لهم انا عايز هشام، كله قال لا. فعارف انا وانا بسلم الاستماره عيطت يعني لسه صغير 11 سنه واترفضت. كابتن ابراهيم راح بعد ما مشيت وراح لوالدي بقى واقف بره بيتفرج عليا، فمحصلش نصيب يعني بجد ده اللي حصل. فبابا قال لي خلاص مفيش مشكله تعالى ونبقى نجرب مره تانية وما تعيطش والكلام ده. واحنا ماشيين لقيت كابتن ابراهيم عبد الصمد بصراحه جري ورايا وقف بابايا ووقف وقال له بص انا عايز الولد ده معايا وده انا مش هسيبه، انا اللي هاخده لان انا دي فرقتي وانا اللي هقرر. فانا صغير فرحان، انا فرحان جدا ان هو بيقول كده. وقال له لا انت تيجي بكره التمرين معايا مع الفرقه اللي هو الفينيشنج يعني اللي هي بقى بيعملوا ايه بقى التصفيه النهائيه اللي هو بيختاروا الناس اللي اختاروها في السن ده هيلعبوهم مع المستوى بي في الفرقه ديت. لان هو المستوى كان هم 24 لاعب، ففي 12 مميزين قوي وفي 12 اللي هم المستوى البي، فهنلعبهم عشان يقرر مين اللي هنضمه من هنا مكان المستوى بي. فجيت عملت احلى ماتش في حياتي بجد مش هزار، وانا صغير بقى لسه بقى صغير عملت ماتش بقى مش عايز اقول لك بقى بنلعب 11 لان احنا كان وقت الاختبارات كنا بنلعب في ملعب كان صغير ورا الملعب التتش الصغير، كان ملعب صغير اللي هو كان فيه رمي الجولف، فكان ملعب اصلا هو خماسي اقل من خماسي وملعب جاي بدايره يعني جاي بزاويه ده معروف كل الناس اللي في النادي الاهلي كلهم الكبار عارفينه يعني، فجنب الجامع يعني اللي هو دلوقتي اللعيبه بتركن فيه ايوه اللي هي الحته الارض الفاضيه ديت. شارع صالح سليم طبعا بالظبط كده. فكان ملعب صغير قوي، فلما لعبنا بقى على الملعب الكبير اللي هو كان اصلا التتش وملعب اللي هو الرمله اللي كان موجود هو ده كان ملعبين اللي في النادي الاهلي، فكنا لعبنا عليه 11 بقى. فلما جيت لعبت 11 لا لعبت بقى بطريقتي لعبت باسلوبي كسرت الدنيا كسرت الدنيا. فكابتن ابراهيم خلاص ندهني عشان بيجرب اللي بعدي، فانا ده خلاص انت موجود في الفرقه. من هنا بقيت في الفرقه الحمد لله ودخلت على مستوى ايه على طول يعني الحمد لله كمان ربنا وفاني دخلت مع فرقتي اللي انا جيلي بقى اللي كان كنت محظوظ ان انا في الجيل دوت يعني مع فرقتي، وخدنا كل البطولات الجمهوريه اللي حققناها كلها ساعه ما دخلنا يعني يمكن مره واحده بس هي اللي خسرنا، لكن كل البطولات خدناها الحمد لله في الجيل دوت. ومن هنا بدات اتعرف من هنا. تاني سنه على فكره كنت كابتن الفرقه ودي كلمه لما تحصل انك لسه داخله على فرقه. طب ازاي تاني سنه كابتن الفرقه؟ كابتن مصطفى يونس اللي اختارني، كنت انا باجي قبل الفرقه بساعتين ادخل اوضه اللبس مع عامل اوضه اللبس بنحضر التمرين لان الكابتن كان هو حاططني كابتن الفرقه، فكنت انا بحضر الادوات اللي هننزل بيها الملعب لان احنا ما كانش في حد بيشيل معانا احنا اللي كنا بنشيل الادوات يعني، فاحنا محتاجين كام كوره. فالكابتن كان يبعت لي يقول لي احنا محتاجين النهارده مثلا 20 كوره، فكل واحد يبقى معاه كوره وكل واحد بيبقى مسؤول عليها اسمه عليها القميص بتاعك الادوات بقى اللي هي الاقماع والاقماع الكبيره على حسب الشغل وبننزل بيها على الملعب. فمن هنا بدات اقول مين الخمسه اللي يشيلوا الحاجات ديت، بعديهم يجي خمسه بعديهم، كنا بنتناول ده مع بعض كلنا كنا بنشيل وكلنا بنساعد بعض. ومن هنا الحمد لله الشخصيه بتاعتي كانت باينه
على الفرقه اللي هم كلهم حبوني كمان يعني. الحمد لله كنت محبوب قوي في فرقتي يعني. الواحد جه لسه السنه اللي فاتت تاني سنه بيبقى كابتن فرقه. فالحمد لله ما كانش في اي زعل. والفرقه دي كانت من يعني كملنا مع بعض لغايه سن 21 سنه. الاوضاع اللي هي الماديه يعني، انا خدت من كلامك حضرتك بتقول ما كانش فيه غير ملعب التتش وملعب صغير، وانتوا اللي كنتوا بتاخد الكور، ما كانش فيه طبعاً عامل كور زي ما احنا بنشوف بقالنا السنين يعني في السنين اللي فاتت. انت بقى لما بتشوف الفروقات الماديه دي يعني بتبقى بتقول ان انت لو كنت موجود مثلا دلوقتي كان هيبقى الوضع بالنسبه لك مختلف، ولا 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 الوقت برضو الوقت بتاعك كان اكيد ليه جمال ورونقه يعني. كل جيل وليه رونقه وحلاوته ومادته. ممكن يكون الفتره دي مبالغ فيها شويه، الاسعار يعني تقل شويه، لان انت برضو لازم تقيسي لما تيجي تدي اسعار عاليه قوي تقيسيها بان انت بتحقق الوضع الاقتصادي الحالي كمان. ايه يعني معلش النهارده في يعني الارقام يعني ارقام كبيره جدا جدا جدا. فالرقم النهارده انا شايف السقف يبقى في حته معينه، والحته المعينه دي لازم عشان اوصل له اكون بحقق دوري، بحقق كاس، بحقق منتخب، بجيب بطوله. يعني لازم تتقاس على مش كل اللعيبه، مش كل اللعيبه تبقى زي بعض. لان في النهايه في لعيبه بتحقق ده، بتحقق بطولات، في لعيبه ما بتحققش. فما ينفعش يبقى كله بيتساوى زي كله عشان انا بحب هشام فبحب هشام لا اديله. لا، هي موضوع مش حب وكوع. الموضوع لازم يبقى فيه سقف. السقف ده نوصل له بحاجه كويسه، لان برضو انت بتقيسي على الدخل على المستوى. انت عايز تعيشي في حاجه كويسه، لا برقم معين هتعرفي تعيشي. لان انت بتمدي مثلا خمس سنين دول لما هتاخدي فيهم 200 مليون، لا طب العب كوره ليه اصلا؟ انا ممكن سنه وابطل. انا عايز اقوله الارقام دي الارقام دي شيء ايجابي للعيبه الصغيرين. مش ايجابي طبعا. بصي، هي بورصه، عشان ما حدش يقول لك بس ان انا مثالي قوي، بس اقصد حط سقف. لان احنا في مصر الدنيا برضو معلش مش زي اوروبا، لا في بورصه وفي حاجات كتير قوي بتتدخل، وفي رهانات، في حاجات كتير قوي. انت ما عندكيش ده، انت ما عندكيش رهانات. يعني لو انا مش داخل رهان النهارده الماتش ده انا هكسبه هاخد كذا، مفيش ده، حرام. انت تقريبا حقوق رعايه مثلا، لا حرام، المراهنه حرام. لا يعني اقصد الدخل العائد ليك من مثلا حقوق الرعايه، من البطولات، بس من النادي، امكانيات النادي ده كذا. فانا النهارده مش هقدر ابقى انا مبالغ قوي في الحاجات ديت. فالسقف ده موجود النهارده. لما انت النهارده عايزه تسكني في حته كويسه، ماشي هتعرفي تسكني. لو انت النهارده بتاخدي يعني 2 مليون جنيه في السنه، هتعرفي اول سنه تجيبي بيت، تاني سنه هتجيبي عربيه جامده، تالت سنه ورابع سنه وخامس سنه هتبقي مامنه نفسك. يعني الامور مش صعبه. لكن لما النهارده انت بتقولي انا باخد مثلا 200 مليون في خمس سنين، انا اخدت 200 مليون خلاص، خلاص والدنيا على كوره ليه؟ طب انا العب ليه بقى؟ او على الاقل هدي لك اول سنه، الثانيه بالراحه، الثالثه بالراحه، لما اجي اجدد هشد في اخر سنه عشان اخد رقم تاني. فاهمه؟ لكن لا، لازم يبقى في سقف. السقف ده يتحط بليمت معين، ما يعديش ال 10 مليون. السقف ده يكون مرتبط بالفكر الاحترافي. طبعا، ما هو فكر احترافي كله، هو كله احتراف. بس الفكر الاحترافي، الاحتراف الخارجي بمفهومه او بمنظوره الكامل يعني. والله يا نوران، انا عايز اقول لك حاجه. انا في جيلي لما لعبت مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن شوبير وكابتن اسام عربي وكابتن رضا عبد العال وكابتن علاء عبد صادق وكابتن محمد رمضان، وانا مش عايز انسى حد عشان محدش يزعل مني، لكن كلهم نجوم، وهادي ووليد وياسر ريان وكل الناس اللي انا لعبت في جيلي معاهم. احنا كنا بنروح النادي، اقسم بالله، عشان احنا بنحب بعض قوي، بنحب النادي قوي. انا كنت بروح النادي قبليها بثلاث ساعات لما لعبت في الفريق الاول. يعني ما انا ما عنديش حاجه، خلصت جامعه ففي الفريق الاول، فكنت بروح النادي قبليها بثلاث ساعات. خلاص، بنقعد في النادي بعد التمرين ثلاث ساعات، بنقعد في النادي قاعدين في الجنينه. انا قاعد مع حسام وابراهيم ومع يعني مع حفظ الالقاب، يعني قاعد مع الناس كلها في النادي، عيله فاميلي قاعدين في النادي، ان الناس كلها بتيجي تصور معاكي. الناس انت قاعده في النادي، بروح على النوم الا لو انا خارج مره مع اصحابي عشان عايزين يخرجوا مع هشام حنفي اللي هو بقى نجم، فهم عايزين. بس انت لو دلوقتي هتعمل ده، مش برضو ده سؤال؟ هو ده حياتك دلوقتي مع الارقام المبالغ فيها دي. انت لازم تيجي النادي من بدري وتقعدي طول حياتك في النادي. ده الاحتراف الحقيقي بجد. انك تيجي عدد ساعات معين تبقي في النادي، انك تقعدي قبل التمرين بساعتين ثلاثه، مش جاي على التمرين اتمرني ساعه انا تعبت عشان السواقه والزحمه، فانا تعبت ورجلي جالي شد، فانا هطلع اقول للمدرب انا مش قادر، اخش الساونا والجاكوزي واريح وانزل التمرين تاني. ايه ده؟ ده مش شغل، ده مش شغل بجد. لا، انت النهارده شوف انت الكلام ده طبعا، فلوس. شوف الكلام ده لازم طبعا موجود لغايه دلوقتي، موجود طبعا في لعيبه كتير ولعيبه كبيره. لا، المحترف معروف وهتلاقيه بيأدي في الملعب، وفي ناس هتضربي مثلا بيهم. ينعكس فعلا، بتشوف ده بشكل كامل يعني طبعاً. بشكل واضح
طبعا الفرق من اللعيب ده واللعيب احنا ده وسطنا. فانت هتعرفي ان انت مع انت زميلك مدرب في فرقه, فبتعرفي يقول عشان ده اسكت, ده بيجي قبل التمرين بخمس دقايق, ده فلان بص واخد قد ايه, ما بيتمرنش حتى ما بيعرقش في التمرين, فكل ده بيتقل, ما احنا عارفين. فلا انت النهارده طالما انت النهارده ارتضيت انك تبقى لعيب كوره وبتاخد ارقام وبتتشرط, يبقى لازم لا حضرتك تبقى محترف وتديني, لكن ما بتدينيش يبقى يمشي على طول. ده الاحتراف يعني. الاحتراف بقى يعني انت يعني حضرتك بتتعامل دلوقتي مع يعني اعمار سنيه, يعني بحكم طبعا وجودك على راس قياده فنيه في احدى الاكاديميات الخاصه, الاطفال يعني فكر الاطفال دلوقتي بقى دماغها مختلفه. يعني انا طول الوقت بشوف انه الناس من مثلا مش عايز اقول بس من ظهور محمد صلاح فقط او من احتراف محمد صلاح, بس من قبل محمد صلاح كمان, من ميدو واحمد حسن ومحمد زيدان, اسماء كتير قوي احترفت. الاطفال انت بتشوفها في الفتره دي اكتر حاجه بتفكر فيها الاحتراف فعلا, ولا يعني بنسبه قد ايه لا هم شايفين انه هم يقدروا يقدموا اللي هم عايزينه هنا في مصر؟ بصي هو مشكله شويه بس في ايه, ان ولي الامر هو اللي بيفكر لابنه مش الولد. يعني انا زمان انا اللي حبيت الكوره, فانا قلت لوالدي انا عايز العب كوره. والدي عمره ما اتدخل ولا جالي, كان دلوقتي العكس. والدي كان بيجي يتفرج عليا في الماتشات, يقعد لوحده بعيد تماما تمام, ولا بيقعد مع حتى اولياء الامور, لان اولياء الامور ساعات لما بتقعدي مع بعض ممكن في ناس بتنفسن شويه ان ابنك النهارده كان كويس, فيقول لك ده ابنك ما كانش بيبص لابني. ابن عارفه اللي هو بيحصل المشاحنات ملهاش اي لازمه. فانا والدي راجل عشان كان فاهم كوره, فكان بيقعد بعيد تماما في مدرج من بعيد يتفرج عليا, يرجع البيت يقول لي عشان النهارده انت كنت كويس في كذا كنت وحش في كذا بس, ويسيبني. فانا راجع نفسي, انا كنت بطمن كويس, انا كنت احب ان انا ابقى كويس على طول, لان المدرب لو انت اول ما بتخلصي التمرين او الماتش بتشوفي ده في عين المدرب. لو مبسوط منك انت بتشوفي ده, لو زعلان منك انت بتشوفي ده, فبترجع بقى تسالي بابا وانا كنت وحش وانا كنت حيل, اصل المدرب بص لي بصه النهارده هيقول لي. فده اللي انا شفته. دلوقتي انت ولي الامر هو اللي بيختار, يعني ممكن ابنه ما بقاش عايز يلعب كوره يقول له لا العب ليه, عشان الارقام بقت مبالغ فيها جدا. فهو عايز يعني يقول لك انا عايز ابقى زي محمد صلاح, عايز ابقى زي فلان الفلاني, ان انا اخد الرقم الكبير ده. مرتبات اللعيبه هي بتبقى التارجت اكتر, تارجت. لكن لا انت سيب الولد يختار, هو هيبقى موهوب في ايه, وساعده على ده. مش هقول لك انك تقف في طريقه بس ساعده, بس ما تجيش ان انت النهارده تحدد له يتمرن فين. لا انت لازم تبقى مع المدرب ده مش المدرب ده. ما هو على فكره خلي بالك المدرب النهارده لو انت حتى حددت له المدرب ده النهارده, ما انا ممكن انا امشي. هتمشي معايا؟ ما انا مش فاهم, ما هيبقى في مدرب تاني يا حبيبي هيمرنك. فهو ده القاعده, ان انت لازم كل سنه تلف على المدربين كلهم, لان بالطبيعيه مش كل المدربين هيحبوك ومش كل المدربين هيكرهوك. انت لازم تتعلم مع كل الناس, مش معنى ان هشام بيحبك وجي واحد تاني بيكرهك انا هبطل كوره, اصل المدرب ده بيكرهني. هي مش كده الكوره, دي بتبقى شخصيات شويه يا كابتن. ما هي مقوله جايه منقوله من ولي الامر, فبينقلها للاعب, والولد بيبقى لسه صغير يعني بيتضغط. انا عندي ناس معلش مع احترامي يعني 11 سنه بيتضغط, اصل بيعيط كل يوم عشان هو مش مع المدرب ده. يعني طب انا اقول لهم ان هو لازم يتعلم يبقى مع ده ومع ده. انا المدرب ده انا مشيته, طيب اعمل ايه؟ انا مشيته يعني خلاص, حضرتك روح له حضرتك روح له مرنه برايفت, خلاص انا مش قصتي. فهي دي ده المفاهيم اللي لازم تتغير. ايه بقى المواقف اللي بتقابلك بقى غريبه شويه في موضوع الناشئين؟ الحاجات دي طبعا انك بتتعاملي مع اولياء امور, في ناس بتبقى فاهمه وواعيه وسايبه لك الموضوع بثقه عشان انت اهل ثقه, وفي ناس بتتدخل على طول. فانا اللي بتتدخل على طول دي انا برجع للاداره, لان مش قراري, برجع للاداره. انا باخد قراري في الملعب, لو في حاجه استثنائيه, في حاجه اضطراريه, في ظرف يعني حاجه اخلاقيه في الملعب, حاجه قررت. لكن واحد عايز يمشي في النهايه بقول لهم يا جماعه الراجل ده مثلا جاي بيعترض على كذا وكذا وكذا, طب قرارك ايه يا هشام؟ لا قراري يمشي خلاص, الناس واقف معايا بصراحه. طيب هنروح بقى وناخدك يعني قبل طبعا ما نختم طبعا حلقتنا, يعني عشان مش عايزين يعني ما نتكلمش كتير عن الاهلي, واكيد ايامك في الاهلي يعني فيها اكيد ذكريات كتير. هشام حنفي في الاهلي وهشام حنفي في بحرس الحدود, صح؟ صحيح, حرس الحدود والاتحاد السكندري. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين النادي الاهلي وكل الانديه؟ انا طبيت بقول لك في الاهلي جدا, ومن بدايتي انا عايز اقول لك ان انا والله بجد عشان بس الناس الجداد اللي ما تعرفناش, انا كنت مع جمهور الدرجه الثالثه على طول, خلص التمرين او الماتش اروح اتفرج على الماتشات الفريق الاول في الاستاد. وكنت انا لسه انا صغير, كان معايا عربيه بالسواق, وكان الجمهور بيركب معايا العربيه اللي هو
اشهر ناس جت في الجمهور اللي هو عم حسين رحمه الله عليه، حسين عفيفي، ناس معروفه، الناس اللي قدام هيبقوا عارفينهم، حلي، جزره، عثمان، عم عثمان ربنا يديله الصحه، كل الناس دي، حسني رحمه الله عليه، الناس دي كلها معروفه. انا الناس دي كانت معايا، هم دول كان اساس النادي الاهلي. كابتن الخطيب بنفسه كان راح للناس دي العزاء بتاعهم، فيعني احنا مرتبطين بالناس دي. فالناس الصغيره اللي لسه ما تعرفناش، لا احنا كنا درجه ثالثه. فمش معنى ان انت النهارده في التحليل او في شغلك بتنتقد مثلا حاجه معينه، يبقى انت النهارده بتكره. الناس بتوصلك ان انت بتكره النادي الاهلي. ده دور السوشيال ميديا طبعا، ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. فلا دي توجهات وحاجه، هاجمتك، اتهاجمت انت من جمهور، من بعض الناس على السوشيال ميديا. انا بقول لك انا مش فارق معايا، لان انا في النهايه هو هشام حنفي اصلا متربي في النادي، فمعروف مين هشام حنفي بتاع الاهلي. انا مش محسوب على حد تاني، انا راجل اهلاوي من النخاع، بس بتزعلك كابتن النادي الاهلي، فبزعل لما الاقي، انا اسف في اللفظ، عيل صغير يعني بيتهجم عليكي وهو مش عارف مين هو هشام حنفي. اللي هو هشام حنفي في التسعينات عمل بطولات كتير مع النادي الاهلي، حقق بطولات وانجازات، انا واخد 7 دوري ورا بعض، انت فاهمه، واخد دوري ابطال افريقيا مرتين، واخد سوبر افريقي مره، واخد بطولات عربيه حدث ولا حرج، كنت نجم البطولات العربيه، واخد كاس مصر 2 كاس مصر، انا واخد 20 بطوله مع النادي الاهلي. عارفه يعني ايه انك تلعبي في وسط النجوم دي؟ احنا زمان عشان اللي يلعب مع الفريق الاول ما كانش فيه احتراف، فلازم تبقي يعني واو سوبر يعني عشان تلعبي وتاخدي مكان. النهارده معلش مع احترامي اي حد بيلعب، اي حد، ما خلينا نتفق ان اي حد اللي انت في احتراف، ممكن اجيب هشام النهارده اجيبه النادي الاهلي ما ظهرش كويس بيمشي خلاص احتراف. ما هو الاهلي بيجيب كتير، ان الاهلي براند عايز يكسب كل البطولات، فبيجيب في لعيبه بتكمل في لعيبه ما بتكملش. لكن احنا زمان لا، ما كانش فيه احتراف، فاحنا كنا زمان بنحفر في الصخر زي ما بيقولوا، ولعبنا بشقانا وبتعبنا وخدنا مجهود يعني كبير جدا عشان نلعب في وسط ناس. طب بمناسبه الاحتراف، ما ندمتش ان انت ما احترفتش؟ انا جالي، بس انا ماليش في الغربه للاسف. يعني انا جالي وانا في الاهلي كابتن صالح سليم رحمه الله، اول حاجه منعني، اول حاجه انه قال لك انا لسه عايز استفاد من هشام حنفي. جالي واحنا كانوا معسكرين في المانيا مع مستر هولمان، وانا كنت الراجل ده كان بيحبني جدا، قعد معانا 3 سنين، فالراجل كان بيحبني قوي، ان انا كنت بنفذ له مهام كل حاجه في الملعب يعني. مع زمايلي طبعا يعني كلهم كانوا نجوم. عرفت تجربة. ففي الفتره دي لعبنا مع انديه في الدوري الالماني، لعبنا مع بايرن ميونخ ولعبنا مع فولفسبورغ، انا جبت جون وتعادلنا 2-2 معاهم، فالناس كانوا مطالبيني، وساعتها كابتن يعني صراحة ما رضاش، انا كنت لسه صغير، لسه صاعد الفريق الاول وبقالي 2 سنين في الفريق الاول، وكان عايزين يعني النادي الاهلي يعني يستفاد مني اكتر ان ابقى موجود، وانا ما كنتش حابب ان انا اسافر بصراحه يعني. خلي بالك كمان انا ما كنتش حابب ده، بلعب في الاهلي فرحان، بلعب مع حسام وابراهيم، مع شوبير، مع معلش انا بلعب مع نجوم في الفرقه، فما كنتش حابب ان انا اسافر. بعد كده رحنا معسكر في النمسا، تيرول النمساوي اختارني، برضه ما رحتش ابو الدهب اللي راح. أيوة. بعتنا لهم ابو الدهب يعني، بعينا ابو الدهب كان مكسر الدنيا وعايزينه. مش هات بعتنا لهم اللي هو يعني. ايوه لا انا ساعتها كابتن محمود ابو الدهب طبعا رفض. كان نجم، كان نجم ده، كان مكسر الدنيا وانا لما حسيت ان ابو الدهب كان رايح انا كنت عايز اروح معاه اتنين، يبقى عارفه حد معايا. شكلك خفت. خفت من الغربه. لا يعني قلت يعني. ايه قلت انا في الاهلي وكنت لسه مخلص البطوله العربيه، قلت لا انا هفضل في الاهلي. بعد البطوله العربيه جالي المغرب، الفريق الاولمبيك البيضاوي اللي انا جيت فيه جونين، كان هنعمل صفقه تبادليه بيني وبين بصير صلاح الدين، المغاربه كانوا عايزيني، وفي نفس الوقت احنا كنا بنحاول نشتري بصير صلاح الدين، فقال لك خلاص اوكي ادونا هشام حنفي، هم يعني عملوا كده اللي هو ايه، طب ادونا هشام حنفي وخدوا انتوا بصير صلاح الدين، ده نجم قصاد نجم. فطبعا رفضوا في الاهلي، رفض. فساعتها ما رضيوش وحطوا رقم كبير جدا، وجالي في السعوديه كتير، جالي الهلال السعودي، جالي الشباب السعودي، وانا ما رضيتش ساعتها في الوقت ده، انا كنت عايز العب في الاهلي يعني. قميص بقى حرس حدود طبعا، مع احترامنا الكامل طبعا طبعا لحدود نادي الاتحاد السكندري طبعا. ايه الفرق يعني، ايه الفرق وانت لابس قميص النادي الاهلي واي نادي تاني؟ بصي الاهلي قاعده كبيره وجماهيريه وكيان كبير جدا طبعا، نادي الاتحاد لا يختلف عليه اتنين، اللي هو كيان كبير قديم يعني، برضو عدى الميت عنده المئويه عداها كبير. حرس الحدود انا بصراحه انبسطت فيه جدا، ليه؟ لان الناس دي يعني مؤسسة منظمين مؤسسة حيادية، مفيش خروج عن النص، كان يعني بتحس ان انت عندك قيمة كبيرة برضو واخدة وضعك، فده ما يعني الحمد لله يعني طبعا. بس انت الجماهيرية، انت بتتكلم عن جماهيرية، الاهلي ده جماهيرية وتاريخ كبير، وانا لعبت في حاجة حلم انك تلعبي في الاهلي او الزمالك زمان. النهاردة الرياضة النهاردة في الاحتراف بقى خلاص اهو، اديك شايفة في اندية صاعدة
وبقت كبيره، الناس بقت تروح عشان الماده خلاص. ما خلاص. مين بقى في النادي الاهلي دلوقتي بيفكر كابتن هشام حنفي بنفسه؟ او مش لازم دلوقتي يعني، بعد ما كابتن هشام ساب الاهلي، طول الفتره دي كلها اكيد اكيد في لعيبه شفتها حسيت شفت نفسك فيها اكيد. طبعا اكيد يعني في الاهلي يعني شفت السيد عبد الحفيظ سيد يعني جيلي ولعب معايا كتير، بس انا لما سيد طلع انا كنت قبله بثلاث سنين، فسيد كان بالنسبه لي لعيب جامد. هو اصلا هو في الناشئين كان لعيب جامد جدا يعني، كان في الفرقه اللي اصغر مني بسنه بثلاث سنين، سيد كان بيتصعد معانا في فرقتنا اللي هو لعيب كويس، كان لعيب جامد جدا يعني. فسيد انا يعني حتى انا كنت بلعب هاف رايت جنب كابتن ابراهيم حسن، لما سيد طلع وخد الفرصه لعبت انا ناحيه الشمال عشان سيد يبقى موجود في الملعب، كان ليه دور مؤثر جدا مع النادي الاهلي في بطولاته. بعد ما سبت النادي الاهلي شفت ده في بركات، بعديها شفت في كريم ندفت، في ناصر ماهر شويه يعني الناس ديت، فهم دول اللي موجودين. احمد عبد القادر يعني رغم ان انا يعني انا دلوقتي بشوف سوليه اكتر، ان هو سوليه بيعرف يشوت، بيسدد من كذا اتجاه، بيدخل جوه ال 18، اقرب لستايلك اكتر. يعني اقرب لستايل، انا كنت بسدد من كل حته بيميني وبشمالي. بس هقول لك السوليه عشان النواحي الهجوميه اكتر، ان انا كنت بهاجم وبدافع كويس. ممكن دلوقتي عشان صح نسيته حمدي فتحي، انا بعشق حمدي فتحي بصراحه. لعيب مميز جدا جدا جدا، ادوار دفاعيه بيعملها على اعلى مستوى، ادواره الهجوميه كمان ليه دور مهم جدا مع النادي الاهلي بصراحه. طيب احنا طبعا يعني انا مبسوطه جدا باللقاء معاك، وحقيقي يعني انا مش عايزه اخلص الحلقه، بس خليني اقول لك بقى، بما اننا في شهر رمضان الكريم، هل كابتن هشام حنفي في حد زعلان منه وهو من جواه كده مش قادر يسامحه في حاجه على مدار السنين اللي فاتت دي كلها؟ بصي انا قلبي ابيض الحمد لله، يعني بجد ما بشيلش حاجه. ممكن ابقى زعلان طبعا، اكيد هبقى في ناس زعلان منها طبعا اكيد، في حاجات كتير ومواقف كتير، بس الحمد لله اسالي الوسط عني، الناس كلها عارفه ان انا طيب، وبكلمه واحده بنسى اي حاجه، حتى لو هو مين يعني، حتى لو داس عليا في اي حاجه بنسى، ما عنديش مشكله مع حد، لان انا الحمد لله اتربيت كويس قوي، ما بشيلش الحمد لله، زي ما بقولك ما بشيلش من حد يعني. حتى لو حد ظلمني، وانا اتظلمت كتير في حياتي بجد، انا اتظلمت، يمكن هي دي اللي وجعاني قوي، ان انا اتظلمت في حياتي قوي وتعبت في حياتي قوي، وما تقدرتش التقدير اللي انا كنت اللي انا يعني كان نفسي ابقى فيه يعني. لكن الحمد لله دلوقتي انا متقدر بشكل كبير جدا الحمد لله، ومبسوط في عملي جدا، والحمد لله اسمي في كل حته الحمد لله كويس، وسمعتي كويسه، فانا مش زعلان من حد صدقيني يعني. تقول لي مين بقى رمضان كريم قبل ما نختم حلقتنا؟ ده اهل بيتي كلهم بصراحه يعني، اهل بيتي انا سندوني كتير يعني بصراحه، ووقفوا معايا كتير، وكل الناس بقول لها كل سنه طيبين ورمضان كريم طبعا ليهم. بحب كل الناس على فكره، انا ممكن احب اي حد عن نفسي يعني، ما عنديش مشكله، ممكن اساعد اي حد اكتر مني، لان انا بالنسبه لي الاهم ان انا بعمل حاجه لربنا، مش حاجه عشان منظره، انا بعمل حاجه لربنا دايما، لان انا بحط نفسي في موقفهم، لو انا في الموقف الفلاني وما لقيتش حد يساعدني هبقى زعلان. فعشان كده انا دايما بقف جنب الناس جدا، جبر الخواطر ده انا بعمله على طول الحمد لله الحمد لله يعني. اشكرك جدا يا كابتن، وسعيده جدا بلقائي معاك. دي كانت طبعا حلقه خاصه مع نجم النادي الاهلي السابق الكابتن هشام حنفي، شكرا لكم جدا. ودي كانت طبعا زي ما قلنا لكم يعني معظم كواليس كابتن هشام حنفي في رمضان، واتكلمنا طبعا عن ذكرياته في الاهلي وخارج الاهلي. وطبعا في نهايه حلقتنا بنشكرك يا كابتن، وسعداء بوجود حضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. انا اللي بشكرك يا نهى جدا، شكرا جزيلا، اكيد بشكر كل العاملين النهارده في قناه النادي الاهلي، وبشكر كل الكرو اللي جه معاك النهارده وتعب عشان نعمل حلقه اللي ان شاء الله تعجب كل الناس، والسيت اب الجميل اللي كان موجود، وشكر خاص طبعا اكيد لقناه الاهلي وعشقي كابتن محمود الخطيب. شكرا جدا يا كابتن. ودي طبعا كان لقائنا الخاص مع كابتن هشام حنفي، كلمنا فيه عن اسرار كتير وكواليس كتير وطقوسه ايضا في شهر رمضان الكريم. شكرا لكم جدا مشاهدينا، والى اللقاء.